لو اتكلمنا عن أعراض الذبحة الصدرية اللي بتصيب النساء، طبعا الذبحة الصدرية من الأعراض الخطيرة اللي لازم الانتباه ليها، لأن ممكن تسبب يعني مشكلات قد تكون خطيرة على صحة الإنسان، وفي الأغلب بتحدث بشكل مفاجئ. في البداية بنقول إن ممكن تختلف أعراض الذبحة الصدرية اللي بتظهر على النساء عن الذبحة الصدرية أو عن الأعراض اللي ممكن تظهر على الرجال، وبالتالي ده اللي دفع العلماء أو الأطباء لأنهم يطلقوا تسميات مختلفة على أعراض الذبحة الصدرية بين الرجال والنساء. غالبا الأعراض اللي بيتم وصفها من قبل الرجال بتعرف باسم الذبحة الصدرية النموذجية، إنما الأعراض اللي بيتم وصفها من قبل النساء بتعرف باسم الذبحة الصدرية غير النموذجية. هذه الاختلافات ممكن تتسبب في تأخير الحصول على العلاج اللازم، وبالتالي مهم جدا إن احنا ننتبه لأهم وأشهر الأعراض اللي ممكن تظهر على النساء اللي بيصابوا بالذبحة الصدرية. من هذه الأعراض أولا ألم في الصدر. بيعتبر ألم الصدر من أحد أكثر أعراض الذبحة الصدرية شيوعا عند النساء عموما، والألم ده بيظهر لدى النساء على هيئة ألم حاد في منطقة الصدر. غالبا بيظهر ألم الصدر الحاد عند المرأة بدل ما بتشعر بالضغط أو بالثقل في منطقة الصدر. العرض الثاني وهو انزعاج وألم في مناطق معينة من الجسم. من أعراض الذبحة الصدرية اللي بتهاجم النساء تحديدا إن هي ممكن تتسبب في شعور عام بالانزعاج أو الألم في مناطق معينة من الجسم خارج حدود منطقة الصدر، بالأخص ممكن المرأة تبدأ تشعر بألم أو تشتكي من منطقة العنق أو الفكين والأسنان أو الظهر أو الحلق أو البطن أو الكتف. وارد طبعا أن المرأة المصابة بالذبحة الصدرية ممكن تشعر بشيء من الليونة أو الحرقان في بعض المناطق اللي احنا ذكرناها زي الكتف أو في مناطق إضافية زي منطقة الذراعين. بعد كده في أعراض أخرى ممكن تسبب الذبحة الصدرية ظهور أعراض أخرى ممكن تكون أكثر شيوعاً عند النساء بالمقارنة بالرجال، زي الأعراض الآتية: شعور عام بالمرض والضعف، عرق، غثيان وتقيؤ وانقطاع في النفس، وألم في منطقة البطن. طيب لو جينا نتكلم ليه بتختلف أعراض الذبحة الصدرية اللي بتشعر بها النساء عن الرجال، العامل الرئيس اللي بيجعل أعراض الذبحة الصدرية بتختلف بين الرجال والنساء هو الحالة المرضية اللي أدت للإصابة بالذبحة الصدرية في الأساس. بالغالب بيكون سبب الذبحة الصدرية عند الرجال هو الإصابة بمرض الشريان التاجي الانسدادي اللي بينشأ نتيجة إصابة الشرايين التاجية بانسدادات، غالبا بتنشأ الذبحة الصدرية عند النساء من خلل في الشرايين الفرعية وليست الشرايين التاجية الرئيسية، وبالتالي بتعرف هذه الحالة باسم مرض الأوعية الدموية الدقيقة، وهي بتعتبر أكثر شيوعا أو انتشارا عند النساء خاصة في السن الصغير. إذن حالة الذبحة الصدرية الناتجة عن مرض الأوعية الدموية الدقيقة بتعرف باسم الذبحة الصدرية الناتجة عن ضيق الأوعية المجهرية. طيب لو جينا نتكلم عن تشخيص الذبحة الصدرية، لتشخيص الإصابة بالذبحة الصدرية وتحديد أسبابها سواء لدى الرجال أو النساء، من المتوقع أن الطبيب يطلع على سجل المريضة الطبي وتاريخ العائلة المرضي، وممكن يتم إخضاع المريضة لبعض الفحوصات زي فحص جسدي علشان طبعا يطمن أنها فيش أي أعراض أخرى ظاهرة. ممكن يقوم بعمل فحص للمجهود البدني أو فحص دم طبعا متنوع، ممكن يطلب بعض الأشعة زي أشعة إكس أو الأشعة الصينية أو الـMRI الرنين أو تصوير الأوعية التاجية. ممكن في بعض الحالات
يضطر إلى استخدام القسطرة القلبية. لو جينا كام عن الذبحة الصدرية بشكل عام، بنقول إن هي عبارة عن مشكلة أو ألم مزعج في الصدر، في الغالب بتنتج نتيجة نقص تدفق الدم إلى القلب نتيجة الإصابة بمرض في القلب أو الشرايين، وممكن تتسبب الذبحة الصدرية في أعراض متنوعة، لكن في العديد من الحالات هذه الأعراض بتميل إلى التلاشي والاختفاء بمجرد بدء القلب بالحصول على كمية كافية من الدم. الذبحة الصدرية لها أنواع عديدة، أهمها الذبحة الصدرية المستقرة، وغالبا بتظهر أثناء ممارسة نشاط بدني وبتختفي لما الإنسان يحصل على قسط من الراحة أو في حال استخدام أدوية معينة. غالبا بيستمر ألم الصدر المرافق لهذا النوع من الذبحة الصدرية لفترة قصيرة، ممكن لا تتجاوز 5 دقائق. أيضا الذبحة الصدرية غير المستقرة، على عكس النوع السابق لا يوجد نمط معين لظهور هذا النوع من الذبحة، بل ممكن تظهر فجأة ولا يختفي الألم المرافق لها حتى بعد الحصول على الراحة، وغالبا بيكون الألم حاد، وبيعتبر هذا النوع من الذبحة من الأنواع الطارئة طبيا. في ذبحة صدرية مخالفة للمعتاد، وطبعا هذا النوع من الذبحة الصدرية في الغالب ما بيكونش ليه أي علاقة بأي مرض من أمراض الشرايين التاجية، ولكن ممكن ينشأ هذا النوع من الذبحة نتيجة انقباضات في القلب. هذه الانقباضات بتخل بقدر الدم على التدفق أو قدرة الدم على التدفق أو كمية الدم المتدفقة إلى القلب، وفي الغالب بتنشأ ليلا وبتكون بسيطة اللي هي العارضة، وممكن تخف باستخدام بعض أنواع من الأدوية. في طبعا بعض العوامل ممكن ترفع من فرص ظهور أعراض الذبحة الصدرية، زي التعرض لأجواء باردة أو الشعور بالتوتر أو القلق المتزايد. طيب بتعتبر، بنأكد، الذبحة الصدرية من المؤشرات الصحية اللي بتدل على مرض في القلب يجب الانتباه ليه، وبالتالي لازم الحصول على رعاية طبية في وقت مناسب ورعاية طبية فورية، لأن طبعا الرعاية الطبية بتساعد على الوقاية من مضاعفات الذبحة الصدرية زي النوبة القلبية، أو ممكن يحصل مشكلات في القلب، ممكن يحصل تضخم في القلب، ممكن يحصل انهيار في عضلة القلب، وبالتالي ممكن يمثل خطر على المريض، ولا يتم إسعاف المريض بشكل سريع وكافي، فبالتالي تصبح حياة المريض في خطر أو ممكن يفقد حياته جراء هذا الأمر. ده كان أهم المعلومات عن أعراض الذبحة الصدرية عند النساء. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع، ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد.